حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس محمد نور قرحاني المتحدث الرسمي باسم URDA اتحاد جمعيات الإغاثة اللبنانية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد محمد. خلال إذن ثلاثة أيام نتحدث عن هذا الكم من الحرائق والأعين كلها متوجهة إلى مخيمات لبنان في الأيام الأخيرة للاجئين السوريين، ما الذي يحدث؟ كيف تقومون بحماية هؤلاء؟ أنا بدي أقول إنه أربعة أيام سود بتاريخ الإنسانية مرت على لبنان من يوم الجمعة حتى اليوم. للأسف بداية بدأنا بإرسال بالمعلومات يلي بلشت تتوفر الآن حول كمية الضحايا يلي نتجت عن الشيء اللي صار بإرسال. أيضا مرورا من يومين صار في حريق بمخيم الرائد بمنطقة بلياس بسهل البقاع بالبقاع الأوسط، والذي أتى على كامل المخيم المؤلف من 100 ومخيمتين بيحوا 98 عائلة. الخسارة فيهم كانت عبارة عن طفل، دائما الخسارة عبارة عن أطفال أو أشخاص، يعني خليني أقول ليس بعدونا كل البعد عن الأزمة. صحيح، نعم، وهن الأضعف، هن الأضعف بكامل الملف، ملف النزوح واللجوء في لبنان. مرورا أيضا بليلة فجر البارحة أو ليلة فجر اليوم مخيم مثل ما ذكرتم تل السرحون، حوالي 30 خيمة من أصل 256. يبدو أن هناك مفاجآت أيضا قد تأتي في الأيام القادمة إذا استمرينا على هذه الوتيرة. إن شاء الله. لا، دوركم كيف ما الذي تقومون به هنا؟ عندما نقول أجل تم إجلاء سكان المخيم، إلى أين يذهبون بهذه الحالة؟ أعذرني سيد محمد بس لأن الوقت ضيق شوي. نعم، نحن بالأصل يعني بكل حالة نتعاطف فيها بشو يمكن على الأرض. بالحالة الأولى نحن عملنا مخيمات أو خيم عفوا كبيرة جماعية، ليس ما يتم استصلاح الأرض اللي احترقت مرة ثانية، لأنه الأرض الناس ما فيها تقعد على أرض محروقة. بالمخيم الثاني اما ذهبوا العائلات اللي هربت من الخيم المحروقه لعائلات ثانيه قعدوا عندهم مؤقتا ليس ما يتم استصلاح الخيم يلي احترقوا، او استاجرنا لهم بمكان قريب منهم ليس ما نعيد بناء الخيم اللي احترقت. شكرا جزيلا لك من طرابلس محمد نور قرحاني المتحدث الرسمي باسم URDA اتحاد جمعيات الاغاثه اللبنانيه. شكرا جزيلا لك سيد محمد.